مرحبا بالدكتور، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي كوكب عندك موجود في برج الثور، بس أنت اللي لازم تشوف وتقرر إذا القراءة تنطبق عليك ولا لا. أوكي، راح نتناول في هالقراءة الجوانب العملية لحياتك وأيضا العاطفية بشكل سريع، وفي آخر القراءة راح نشوف إذا في أي مفاجأة تنتظرك. نبتدي بالحياة العملية ونشوف يا برج الثور جانب الأموال عندك خلال هالشهر. سبعة الأكواب، أحس أن خلال هذا الشهر عندك الكثير من المطالب، يمكن حتى ديون معينة، احتياجات داخل البيت. في أشخاص، الكثير من الأفواه الجائعة لأطعامها خلال هذا الشهر، إنزين، يطلبون اهتمامك، يطلبون رعاية منك، يطلبون دعمك بالأموال. وأيضا أشوف هنا أن في أكثر من فرصة، أكثر من عرض عمل على الطاولة راح يكون متوفر أمامك عشان تحسن دخلك، ولكن أنت اللي مش عارف شنو تختار، لأن متخوف. يمكن صار لك فترة طويلة ما عملت بالتعاون مع أشخاص، أو خايف إنك تدخل في شراكة. لازم تكون حذر، لأن مو كل الأكواب فيها ورود أو أموال، بعض الأكواب فيها أفاعي. لازم تكون حذر في اختيارك في حياتك العملية، احذر وين تحط أموالك في الفترة القادمة، وفي من تستثمر، مع من تستثمر. أوكي، لأن في بعض الأشخاص هني أحس إن نيتهم مو جيدة معاك، لا ينمون خيرا. خلينا نشوف جانب الوظيفة للي عندهم وظيفة منكم. اوكي، راح تكون الكثير من المسؤوليات تقع على عاتقك في الفترة القادمة، يمكن بسبب نقص في القسم، اما انت عاطينك مسؤولية مشروع معين أو ترأس ناس معينين، فمتعبنك هذا الشيء خلال هالشهر، راح يتعبك. الناس راح يكونون متعبين، ساعات العمل الطويلة أيضا راح تكون جزء من هذا الشهر. خلينا نشوف الدراسة. أوكي، كرت العالمة، في أحد يحاول أن يؤخرك هني. بالضبط، الإمبراطورة ولكن مقلوبة. أحس هني أنت يا برج الثور في الدراسة، أنت تستوفي شروط أن تصل إلى مرادك، سواء مرادك كان، عندنا هني الغصن الأول، النجاح، التخرج، الدخول إلى جامعة معينة، أنت تستوفي الشروط، ولكن في نوع من الواسطة اللي راح تحاول انها تعرقل امورك في الفترة القادمة. زين، او في هني امرأة مثلا من احد معارفك، زين، ما تتمنى لك الخير في دراستك، عشان كذي تحاول ان تخلق عندك نوع من التخويف، او تحاول ان تشوش عليك، في طاقة تشويش. مثلا نشوف وايد ان يكون في جيران او معارف وعندهم أطفال في نفس المرحلة الدراسية، أو أبناء حتى في الجامعة، ودائما تصير بينهم طاقة المقارنة، يحرصون أن أنت نتائجك يا برج الثور ما تكون أحسن من نتائج أبنائهم، في هاي النوع من الطاقة. أوكي، أو حتى إذا كان هني في حتى امتناع، يمتنعون أن يعطونك الأشياء اللي تحتاجها عشان تتفوق. أنت عندك الموارد، ولكن محتاج هني نوع من الإرشاد من هذين الأشخاص اللي مو مستعدين إنه يرشدونك، عشان ما تتفوق. إذا تفوقت راح يمكن تطالبهم بأشياء، هاي الطاقة. خلينا نشوف الباحثين عن عمل. طاح عندنا هني كرت برج الجدي الشيطان. إذا أنت فعلا جاد في أن تبحث عن عمل يا برج الثور، فالعمل نفسه راح يكون مغري،
إغراء، لأن الشيطان طاقة السراب، شيء تشوفه من بعيد جميل مغري الحلم بالنسبة لك، ولكن لما تقترب منه تشوف أن هذا مجرد سراب وما كان فعلا أساسا موجود ماي، ما كانت في واحة في الصحراء، في عرض عمل أو مكان معين أنت حاطه في بالك. بردثار عنيد يريد أن يعمل في مجال معين، عنده حلم معين في الوظيفة، وإن كان مو في صالحة لأن الله يعلم وإحنا ما نعلم، أوكي؟ ويتمنى مثلا شركة معينة، ولكن من بعيد هذا المكان جدا مغري، ولكن لما تقترب يمتص فيك كل شيء جميل، يمتص طاقتك، يمتص جهدك وما يتم تقديرك فيه. وأيضا راح تضطر أنك تعمل مع الكثير من الأجانب، أوكي، تثبت نفسك في الكثير مع المنافسة الأجنبية في مكان العمل، وراح يصير أيضا في تفضيل على للأجانب عليك أنت، عرفت؟ على المدى الطويل أنت تشوف أن هذا حلمك، ولكن خل الله يختار لك، مو أنت اللي تختار، لأن هني في شيء راح يمشي مو لصالحك إذا ظليت مصر على مكان معين، وظيفة معينة، أوكي؟ وين ما الله يبي ياخذك أنت روح. خلينا نشوف الحياة العاطفية، توافقك مع الشريك، أوكي؟ جاجمنت، الشريك راح يكون سواء أنتم منفصلين أو عزاب أو مرتبطين. توني بقول إن في تغيير شامل، وهذا كارت برج العقرب الموت، تغيير شامل. شريكك ما أدري ليش أحس هني إن أنت عندك شريك يا برج الثور على وشك إنه يغير حياته 100%، يغير شكله، يغير وظيفته، يغير مقر عمله، يتقاعد حتى، يدخل في البزنس. تغيير كبير راح يمر في شريكك ويخليه أكثر اعتدادا بنفسه. لما نقول أكثر اعتدادا معناته يشوف نفسه عليك، أوكي، خلال هذا الشهر، ولكن راح يظل ما بين فترة وفترة يطل عليك، يعني عرفت؟ راح تأخذ شوي انشغالات شريكك خلال هذا الشهر. وإذا كنتوا منفصلين راح يكون في محاولة منه للرجوع. إنزين، اللي ما عنده شريك منكم العزاب ينتظر ينتظر قراءة مواصفات شريك المستقبل اللي راح يسويها إن شاء الله بعدين. خلنا نشوف الحين الصحة. سبعة السيوف، في مشكلة صحية أو طبع غلط عندك، شيء أنت تسويه ما قاعد يفيد صحتك، واضطريت تتعامل مع النتائج، اضطريت انك تروح المستشفى بخصوص هاي المشكلة من قبل. ولكن تشوف هني برج الثور لحد الان مثلا يصر على تناول اللحوم، او يصر على تناول السكريات، الحلويات، يصر على مثلا فعل امور معينة مو من مصلحته انه يسويها. تعرف شنو هي المشكلة وانت بيدك الحل. انزين، مشكلة يخص عادات معينة سيئة، العادات هذه تكون في وقت الليل، لان عندنا هاي الحرامي وقت الليل، إما أكلك اللي يكون في الليل، إما سهرك في الليل، أشياء الواحد يسويها في الليل. أنا عندنا هني كارت برج الشيطان، السهر، النايت كلابس، الشرب، الاحتفال، whatever. إن أنت مثلا تسهر وبعدين يوم ثاني عندك دوام، هذه الأمور قاعدة تأثر على صحتك. الحلول المؤقتة ما عادت تنفع. إذا الحين الأمور القانونية أو النظام القضائي اللي عندكم، أربع الخماسيات، في شاهد لا يريد أن يتعاون، في شخص هني يعلم عن، إحنا هني نتكلم عن القضايا اللي تكون في المحكمة. أنا أشوف هني عندنا بعد كارت الفول أو الأحمق اللي يمثل إنه ما عنده أي شيء يخفي، ولكن في شخص يستطيع أن يعينك عشان تكسب القضية في المحكمة أو حتى في مركز الشرطة، ولكن ما يبي يتعاون، يرفض التعاون، أوكي، ينتظر رشوة. فيه شيء أيضا يخص الرشوة، أوكي. خلنا نشوف الحين شنو راح تكون طاقة التحدي أو الاستفزاز الموجودة تجاهك خلال شهر سبتمبر.
أديكتد بالضبط بالضبط. نوع من الإدمان كات برج الجدي إدمان شيء مو زين. الحرامي هني بعد طلع عندنا أديكتد إدمان إدمان على شيء مو صحي علاقة مو صحية. ممكن يكون أي شيء الإدمان. ساعات أنا أدمن إني دائما أمثل إن أنا أعيش دور الضحية أخلي الآخرين يستغلوني بعدين أقول أنا الضحية. الإدمان ممكن يكون شرب القهوة بكثرة السكريات الجنس أي شيء يطلع عن حده وهو قاعد يأثر على صحتك ويأثر على طاقتك خلال هذا الشهر. أوكي خلينا نشوف شنو راح تكون الطاقة اللي تعينك أو تساندك عكس الإدمان. لأن نشوف هنا الشخص اللي في الصورة موجود مثل المدمن موجود في وضع مش مرتاح. يمكن هذا حتى يكون شريكك أوكي عنده نوع من الإدمانات موجود في وضع مو مريح شكله مو سعيد وفي سيوف في ظهره ولكن لحد الآن مستمر على نفس الوضع ما قاعد يحاول يتخلص من هاي الإدمانات اللي عنده مستمر في الوضع وعنده طاقة الانكران إما أنت إما شريكك. عندكم اثنينكم طاقة الإنكار إنكار إن السهر ترى قاعد يأثر على صحتك ونفسيتك حتى. شنو الطاقة اللي راح تساند برج الثور خلال هذا الشهر؟ رينبو برنس كومبنسيشن بريزرفنس. الطاقة اللي راح تكون متوفرة عشان تساعدك على التغلب على طاقة التحدي خلال هذا الشهر ان انت ما تتصرف ما تبدي ردة فعل سريعة لأي شيء تجاهك اوكي خصوصا في العمل خصوصا في الفرص القادمة تجاهك. ما تكون ردة فعلك سريعة تنتظر الوقت المناسب الفرصة المناسبة لأن هذا عندنا أمير قوس قزح. القوس قزح يطلع لما كل العوامل تتوفر. لا تستعجل في شيء هذه الرسالة لك. لا تستعجل في زواج في الدخول إلى حتى مؤسسة الزواج في قبول وظيفة لأن في عوامل لحد الآن مو كلها قاعدة تجتمع عندك. برج الحمل اللي سبقك في القراءة اجتمعت عند العوامل هالشهر. انت لحد الان احسك لودينج اللي قاعدة اشوفه يصير لبرج الثور لودينج لحد الان في شوية اشياء لازم تجتمع او تتضح لك الرؤية عشان فعلا تقرر هل تقبل هذا الشخص هل تقبل هاي الوظيفة خلال هالشهر هل تقدم على الاستثمار مع هذين الناس اوكي عشان تبتدي تفهم من اللي يحاول يعرقل مثلا امورك الدراسية. كل محتاجة نوع من انك تضرب بريك وتستوعب قبل ما تظهر قبل ما تنطح اوكي استوعب راقب راقب. نشوف المفاجأة لك خلال هذا الشهر. هني كرتين ما راح اخذهم. تعرفون عندي علاقة غريبة مع الاوراق لازم يكون كرت واحد فقط. سيفن سيفن شوف المفاجأة خلال هذا الشهر راح تكون ان في شخص انت بالعادة ما تستسيغه ما تحبه زين تعتبره يمكن عدو اكثر من انه صديق ولكن هالشخص خلال هالوقت خلال هالشهر راح يحتاج مساعدتك. راح تكون انت ملاذ الوحيد انت ملاذ الاخير سوري ما عنده شخص ثاني يلجأ له وايضا انت اللي راح تمسك عليه غلطة كبيرة فتكون مثل ما احنا نقول رقبته في يدك. شلون انت راح تتصرف هذا الشيء راجع لك انت هل راح تساعده تعاونه او لا. هذا الامر كله في يدك يا برج الثور ولكن من جيد ان نعرف ان الشخص يمكن حتى اساء لك في الماضي هالشهر ياتي اليك يحتاج الى المساعده. كل الاشخاص الثانيين تخلوا عنه ممكن يكون اي حد انت اللي